هذا المؤتمر يبين أن إرادة التعاون وبناء الشراكات، بما في ذلك إذا كان هناك سوء فهم أو خلافات، هذا يبقى أهم شيء من أجل تحقيق السلام في هذه المنطقة الأساسية من العالم. تبقى فرنسا ملتزمة بالكامل ميدانيا إلى جانب القوات العراقية في مهمتها القتالية وكذلك في مهام التكوين والتدريب. والحرب على الإرهاب هي الحرب التي نخوضها منذ عدة سنوات في إطار التحالف الدولي إلى جانب حكومتكم وقواتكم المسلحة. والانتخابات القادمة سوف تكون مرحلة جديدة. الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سوف ترسل بعثات من المراقبين، وفرنسا سوف تكون موجودة، لأن نجاح الانتخابات المقبلة هو في مصلحة الجميع. وأود أن أقول لكم أننا معجبين بقدرتكم على احترام الجدول الزمني الذي حددتموه لانتخابات 10 أكتوبر تشرين الأول، ونحن نعرف أن هذا تحد بحد ذاته، وهذا نصر حقا للدولة العراقية وللحكومة العراقية اليوم.